بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للمنظمين لمعرض ديهاد الدولي، المعرض المميز وهو الفريد من نوعه صراحة، ويعتبر من أقوى المعارض في العالم وبالأخص في الشرق الأوسط، للوقوف على احتياجات البشرية جمعاء، سواء كانوا الأطفال أو النساء أو غيرها من المتضررين من الكوارث، سواء كانت الكوارث الحروب أو غيرها من الكوارث الكونية. الأكثر تضرراً اليوم هم النساء والأطفال، وبالأخص الأطفال، لأن الطفل اليوم يعني ما عنده أي حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وما يملك أي قوة إنه يدافع عن نفسه أو إنه يدبر قوت يومه أو حتى مسكنه ومعيشته. ولهذا السبب نحن يعني بالفعل يهمونا جدا فئة الأطفال. نحن اليوم يعني يمكن ما نقدر نحل المشكلة، لكن نقدر نخفف عنها بشكل كبير. وأقدر أقول لكم إن الإمارات وهيئة الهلال الأحمر خصصت برامج خاصة للأطفال من خلال مخيمات المتواجدة في الأردن أو في أربيل العراق أو في غيرها من المناطق، وكذلك يعني بنت لهم المدارس وورش العمل والمكاتب اللي يستفيدون منها ويتعلمون منها. أعتقد أن عنوان معرض ديهاد هذا السنة مهم جدا جدا، لأن بالفعل الأطفال هم المتضرر الأول من خلال النزاعات والحروب اللي تحصل في المناطق وخاصة في منطقتنا. لأن اليوم الدول والبشرية تقوم على الأطفال. نتمنى من خلال هذا المعرض أن يكون في مخرجات المعرض تخدم الطفل بشكل كبير، خاصة الطفل العربي اللي يعني عانى كثير الفترة الأخيرة من خلال طبعا الحروب اللي مر فيها، ومن خلال الطفولة اللي نزعت منهم الأطفال. وأعتقد أن هناك المخرجات بتكون واضحة في خدمتهم إن شاء الله، نتمنى تطبق على أرض الواقع. طبعا اليوم كنا في قارب واحد وكنا في سفينة واحدة، والكل يساهم فيها وفي إنجاح هذه المهمة الإنسانية الملقاة على عاتق كل مؤسسات الدولة. وأعتقد أن نحن ندعو شركائنا من هالمكان ومن خلال المعرض أنهم يساهمون ويتضافرون معانا بشكل أكبر، وأنهم طبعا يسخرون كل جهدهم في خدمة الأطفال، أطفال الحروب اللي ضرروا وعانوا كثير، وهم وأنتوا أدرى بحالهم بحكم مشاركتكم الميدانية وحكم وقوفكم مع هالأطفال، حكم كفالتكم لهالأطفال. فأنا أعتقد أن مشاركة المؤسسات الإنسانية في الدولة وخارج الدولة مهم جدا لإنجاح هذا المؤتمر.